يجب أن ننسى شخص آخر رقم كبير جدا فيما سيأتي في المستقبل وهو سيد شكيب خليل. شكيب خليل اللي وجه له بالقاسم زغمات اللي أشرف على التحقيقات ووجه الاتهامات فظيعة يعني كبيرة جدا، ثم بقدرة قادر تم تبرئته ورجع خل الباب الواسع، وكان يسول في الجزائر وكان يعطي دروس وكان ينصح وكان يقول وكان يدخل الزوايا. نعم يعني هذا شغل الجامعات، ولكن كان يقول كان رجع من موقف موقع قوي جدا وبدأ يعطي في الدروس حول التسيير وحول النظافة وحول العدالة وحول المخابرات وحول إلى آخره. سيكشف التحقيقات أيضا قضية شكيب خليل وماذا فعل بالاقتصاد الوطني، خاصة وأنه الذي أشرف على التحقيقات أو متابعة التحقيقات هو نائب العام الحالي لمجلس قضاء الجزائر العاصمة السيد بالقاسم.